مشاهدينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. ها هي حان وقت برنامجنا الذي انتظرتموه، وهو برنامج حوار هادف. حوار هادف لأنه حوار يحاكي الواقع وينظر للمستقبل. أهلا وسهلا بكم في كل محافظات مصر وفي الوطن العربي في برنامجنا، وأرحب أيضا بزميلي نصار محمد. أهلا وسهلا بكم دكتور محمد. أحب أهني شعبي البحيرة بأكمله، وعلى رأسهم السيد اللواء محافظ البحيرة هشام أمنة، وأهني شعب البحيرة بمناسبة انتصار شعب رشيد على الإنجليز، وأحب أوجه لهم الشكر جميعا وأهنيهم بالعيد القومي لمحافظة البحيرة. كل التهاني القلبية لشعب البحيرة، هذا الشعب العظيم، ومحافظة البحيرة بامتداد أراضيها الزراعية والصحراوية. كل التحية لكل القيادات وهذا الشعب بهذه الأعياد القومية وافتتاح المشاريع الكثيرة التي كانت منذ منتصف سبتمبر وحتى اليوم. كان مفتي الديار المصرية مع وزير الأوقاف مع محافظ البحيرة اليوم في افتتاح أكثر من 20 مسجدا. كل التحية والتقدير للبحيرة. أعزائنا المشاهدين، أيضا لا ننسى وإن كانت متأخرة أن نهنئ الشعب السعودي الكريم وكل المشاهدين الكرام في المملكة العربية السعودية هذا اليوم الوطني 90 الذي احتفلت فيه المملكة العربية السعودية في 23 من سبتمبر أول الميزان كل عام. يأتي هذا الاهتمام والشغف الكبيرين لكل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بهذا اليوم الوطني، وشعارهم همة حتى القمة. كل التحيات والتهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، هذا الشعب العظيم والذي فيه هذا اليوم توحدت فيه أراضي المملكة العربية السعودية، وكان تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه. كل عام والمملكة بخير. أعزائنا المشاهدين، فاصل ونبدأ فقرتنا الأولى مع ضيوفنا الكرام. ورجعنا لكم تاني أعزائنا المشاهدين في برنامجكم حوار هادف. فقرتنا النهاردة مش هنلتقي بأي ضيوف، لأن الضيوف اللي معانا النهاردة لازم محتاجين تكريم، لأنهم شباب واعي. لما نتكلم على جمعية وجمعية عالمية لتعليم، واللي فيها مش خريجين ولا حتى أساتذة، اللي فيها طلاب. طلاب حرصوا أنهم يؤسسوا في مصر جمعية الـ IVSA، الجمعية العالمية لكليات الطب البيطري، ودي موجودة في أكثر من 65 دولة على مستوى العالم. ومش كده بس، دي حريصة جدا وأهدافها كبيرة لتطوير التعليم البيطري وتغييره وترابطه مع العالم كله. وهم النهاردة في مصر بقالهم أكثر من 3 سنوات. يسعدني ويشرفني النهاردة أن يكون معي 4 من الجمعية العالمية لطلاب الطب البيطري. أهلا وسهلا بكم ومشرفينا في HBC في حوار هاتف. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. عايزين نعرف إزاي منك أسست الجمعية. نتعرف بكم الأول. فيكم الأول. عمر إبراهيم. تمام. مصطفى سليمان. مصطفى. دكتور عمر عضو مؤسس في الجمعية. دكتور مصطفى سليمان. دكتور مصطفى سليمان سكو هيد. سكو هيد. أنت لسه طالب في الكلية لكن الدكتور عمر تخرج. دكتور عمر تخرج. روان الفنة. دكتورة ريوان. كوميتي كورنيتور. تمام. سي سي. سي سي. تمام. والدكتورة دعاء الصغير بريزدنت تيم رئيس. دكتورة دعاء الصغير هي المتحدثة الرسمية بالنسبة للشابتر بتاعها للاي في اس اي في كلية الطب البيطري كفر الشيخ. احنا بنسعد بيكم ونبدأ من اول الدكتورة. دكتورة وانت خريج. تمام. عايزين نعرف ازاي اسست او ازاي تم التأسيس. احنا في الاول كنا تيم طلابي بنحاول ان احنا ناسس، يعني كنا تيم مجموعه بنحاول ان احنا ناسس تيم طلابي. تمام. يساعد الطلبه انها تنقل خبراتها لبعض وتطور من مهاراتها وتربطها اكتر بسوق العمل. تمام. فبعد كده بدانا ان احنا ندور عن الانشطه اللي موجوده في مصر وبره مصر اللي بتلتقي معانا في نفس الهدف ده. تمام. بحيث ان احنا نستفيد من خبراتهم وفي نفس الوقت نطور عليها او نزود عليها. فبعد لقينا ان احنا في مؤسسه IVSA او الجمعيه العالميه لطلاب الطب البيطري، انها بتلتقي معانا يعتبر في نفس الاهداف، وكمان بتوفر لنا ان احنا ممكن نزود فرص تدريب بره مصر للطلبه وفي الجامعات بره مصر. ولقينا ان احنا انها موجوده في مصر شغاله بالفعل في جامعه المنصوره. اتواصلنا معاهم وبعد كده عرفنا الاجراءات اللي المفروض نمشي بيها. يعني اول شغلها كان في جامعه المنصوره في مصر.
تمام. كانت بدأ في 2016 في جامعه المنصوره، بدانا ان احنا نتواصل معاهم وانشانا اللي هو الجمعيه العالميه لكفر الشيخ، الفرع الاي في اس اي كفر الشيخ. وبعد كده عملنا كذا ميتنج مع او اجتماع مع جمعيه مع المنصوره وكفر الشيخ، وجت فكره ان احنا ننشا اي في اس اي ايجيبت بحيث انها تبقى كيان يضم كليات الطب والبيطري في مصر ويسهل عليهم ان هم يدخلوا الجمعيه بصوره اسرع من ان هو يتبع الاجراءات الروتينيه اللي احنا بداناها في الاول. تمام. طبعا الدكتور عمر، انا اعلم انك انت عضو مؤسس مع مؤسسين اخرين لهذه الجمعيه العالميه للطب البيطري. تمام. وكمان نعلم الساده المشاهدين ان الجمعيه دي لها شراكات عالميه. مصطفى، الدكتور مصطفى يقول لنا. بالظبط، احنا لنا كذا شراكه على مستوى العالم. في احنا لسه امبارح جايلنا وصلنا فاكس بالظبط ان احنا اكسبتنس مع وسافا. وسافا دي الجمعيه العالميه للحيوانات الاليفه اللي هي القطط والكلاب وكده، عملنا معاهم شراكه بحيث ان الخريجين اللي طلعوا من عندنا وسافا دي يعني اي في اس اي كفر الشيخ هي اول منظمه او اول جمعيه على مستوى مصر هي اللي تكون اكسبتنس معاها او تم قبولها معاهم في وسافا دي. بتقدم للخريجين كل ما يشمل حاجه عن الحيوانات الاليفه، وان ازاي بعد ما انت تتخرج تعرف تخش في المجال بتاع الحيوانات الاليفه شوف دراسته عامله ازاي، تحضر فيه دكتوراه او ماجستير او اي حاجه، بتوفر لك بقى تريننج وحاجات كتير خاصه بالمجال بحيث ان انت لما تتخرج تبقى ليك طريق محدد وطريق سهل ان انت توصل له في المجال ده وما يبقاش في حاجه صعبه عليك. فالجمعيه عندنا في اي بي اس اي اول شابتر في مصر كلها يتقبل الموضوع ده عندها، وبالتالي فده هيسهل كتير جدا بالنسبه للخريجين اللي هيتخرجوا من عندنا. تمام. الدكتورة روان، احنا شايفين ما شاء الله وانتم طلبه لسه ومشتركين في هذه الجمعية العالمية، عاملين اورجانيزيشن لنفسيكم، يعني انتوا عاملين منظمة شبابية جميلة طلابية، ده رئيس، ده متحدث رسمي، ده سيسي، يعني حاجة جميلة. اشرحي لي ازاي انتوا قدرتوا تتفاعلوا مع هذه الـ 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 يعني المانجمنت دي. احنا عندنا ثلاث لجان، لجنة اسمها التعليم البيطري دي بتختص شوية بمجالنا وبالريسيرش وبالحاجات دي، عندنا لجنة تانية اسمها الصحة العامة دي بتهتم بصحة المجتمع أكتر، لأن طبعا صحة الحيوان وصحة الإنسان مرتبطين ببعض، لو حصل أي فجوة ما بينهم صحة الإنسان هتنهار. تالت لجنة عندنا هي لجنة الرفق بالحيوان، ودي بنستهدف فيها أكتر الأطفال أو الجيل الصغير شوية عشان هو أكتر جيل المفروض يتوعى عن الرفق بالحيوان. حتى انت مش هتأذيه، اما يعني ممكن تحط له ميه، ممكن تحط له اكل، ممكن لو شفت حيوان في الشارع ازاي تتفادى ان انت تبقى واخد حذرك منه ان هو ما يأذكش. عندنا طبعا الاتش ار والبي ار، البريزدنت طبعا دعاء. طبعا الدكتوره دعاء الصغير وهي المتحدثه الاعلاميه والرسميه، ان شاء الله تبقي منوره بعد كده في الاعلام. الفجوه بين المستوى اللوكال والانترناشونال، يعني انت بتشوفي دلوقتي ان الجمعيه موجوده في مصر والجمعيه موجوده في اكثر من 65 دوله على مستوى العالم، الفجوه اللي بين الانترناشونال وال ده ان احنا موجودين اصلا بره، ده ادانا فرصه اكتر اننا يبقى عندنا المعايير نفسها، نبقى متابعين بره بحيث مصر ما تكونش يعني حاجه معزوله او قريه معزوله عن العالم. فاحنا دايما في ابديت، بنتابع الناس كلها بتعمل ايه وبنبدا نواكبهم في حاجه زي دي. وده طبعا بقى احسن بالنسبه لنا لما عملنا اكستشينج، في اربعه من هنا من الجمعيه سافروا بره في اوروبا خدوا هناك تريننج. احنا بنسهل البروسيس شويه او العمليه بتاعه السفر عن طريق اننا بس بنسهل لهم مكان اقامه هناك وبنسهل لهم التاشيره والفيزا وهكذا، بس هما بيبقوا طالعين يعني على حسابهم الشخصي، بس احنا بس بنوفر لهم هناك مكان تدريب كويس ومكان امن يقعدوا فيه او في الجامعه. يعني انتوا ما بتاخدوش فلوس، مفيش دعم مادي بيجي لكم، انتوا رعاه بس على حسابهم. هم بيطلعوا على حسابهم كمان، يعني الشباب دول بيطلعوا على حسابهم. شيء جميل بجد، يعني شيء جميل. احنا بس بنسهل عمليه التدريب هناك او مكان الاقامه في مكان كويس بس. والاجازه اللي فاتت برضو يوم 28/7 جالنا جروب دكاتره امريكان طلبه، يعني برضو وفرنا لهم هنا تدريب برضو 10 صح، و10 جمهور امريكا. وما ننساش كمان يا جماعه ان الجمعيه العالميه لطلاب الطب البيطري شريك معها نقابه الاطباء البيطريين في امريكا، وشريك معها الفاو التابع للامم المتحده، وشريك معها الاتحاد الاوروبي للاطباء البيطريين الاتحاد الاوروبي. يعني دي حاجه هايله جدا. انا بناشد كل المسؤولين وبناشد الاستاذ الدكتور رئيس القطاع البيطري في المجلس الاعلى للجامعات بدعم هذه الجمعيه العالميه لطلاب الطب البيطري على مستوى الجمهوريه، وايضا نقيب الاطباء البيطريين برضو يعني بنشده في مصر وهو الدكتور خالد سليم، بنهنيه بالنقابه، هو الان النقيب الجديد للاطباء البيطريين بعد الانتخابات التجديد اللي كانت في 26 اغسطس الماضي. كنا عايزين نسال الاستاذ مصطفى، الدكتور مصطفى، حملات التوعيه ازاي استخدمتوها في مصر؟
دلوقتي احنا عايزين نسد الفجوه ما بين كلمه الطبيب البيطري والمجتمع، ان انت معزول، ان انت اي حد يقول طبيب بيطري فانت بتبص له بنظره لو لا انت متخصص في الحيوانات بس. فاحنا عن طريق الحملات التوعويه اللي احنا بنعملها دي او الكامبينز اللي احنا بننزلها في الشارع بنتفاعل فعلا مع الناس وبنوضح لهم حاجات كتير سواء على الصحه العامه. يعني الكوميتي عندنا او اللي احنا شغالين فيها، اللجنه اللي انا شغال فيها هي متخصصه في الصحه العامه ما بين الانسان والحيوان، فانت بتنزل توعي الناس سواء كانت صحه عامه عن الانسان او الحيوان، فبالتالي بتشوف رد فعلهم وفعلا بتوصل لهم صوره الطبيب البيطري اللي هو لا احنا فعلا الطبيب البيطري مهم جدا في المجتمع، بيوصل لك حاجات ممكن اي حد تاني ممكن ما يوصلها لكش. وفعلا انت لما بتوصل للناس وتنزل تتكلم معاهم بتحس برد فعلهم فعلا في الشارع، لما تقول لحد معين على معلومه ما يكونش عارفها او معلومه غلط هو بيعملها فبيدعي لك في نفس الوقت اللي انت بتتكلم فيه، فانت فعلا بتحس بقيمتك وبتحس هما بيسالوك انت فعلا دكتور بيطري. طب ده بيحسن صوره الطبيب البيطري عندنا في المجتمع. أكيد. وطبعا الحملات التوعويه دي بتبقى حاجه مهمه جدا عندنا. يعني انتوا شغالين كمان مع المجتمع في الحملات التوعويه للمجتمع ككل، يعني الصحه العامه عموما. يعني احنا مش صحه الحيوان بس، صحه الحيوان والانسان، لان هما الاثنين مرتبطين ببعض، لو صحه حاجه من الاثنين وقعت الصحه الثانيه هتقع معاه، فاحنا لازم بنكون متداخلين في الحيوان والانسان، نوعي الناس بالحاجات الغلط اللي هو بيعملها ونوعيهم برضه بالحاجات الغلط اللي بيعملوها تجاه الحيوانات. ففي الحاجتين هم بيلتقوا في نفس النقطه اللي هي الصحه العامه. دكتور عمر وانت خريج الان، هل في استفاده هيستفيدها الخريج؟ يعني انتوا طلبه ده نشاط طلابي او يعني انت قلت الخريجين بيستفادوا، اشتغلت على نفسك. الخريجين بعد التخرج، الخريجين احنا عندنا الخريج بيستفاد برضو من انشطه الطلاب، من التدريبات اللي احنا بنوفرها. يعني احنا لما بنوفر تدريبات ما بنقتصرش فيها فقط على الطلبه، بندرب فيها خريجين برضو، لان كان في خريجين قبل كده اتخرجوا قبل ما احنا نشتغل، تمام، ما بيبقوش لاقيين الفرص التدريبيه اللي احنا بنوفرها فبيشتغلوا عليها، يعني بيحضروها وبيبداوا يطوروا من نفسهم فيها برضو. وكمان احنا يعني زي ما اتكلمنا قبل كده دكتور مصطفى قال ان احنا بدانا دلوقتي في الوسافة ديت اللي هي المنظمه العالميه لطب الحيوانات الاليفه، تمام عشان تساعدنا بعد كده بعد التخرج، عشان تساعدنا يعني ان احنا نطور المجال في مصر ونتنينا نواجبه وكل جديد بيحصل بره مصر. هي عموما دخول اصلا الجمعيه عندنا او كاي بي اس اي، انت لما بتتخرج حتى لما بتروح لشركات بتبقى الشركات لما بتعمل معاهم شراكه بيكونوا عارفين الطالب بتاع اي بي اس اي، ولما تقول لهم مثلا تمام في الانترفيو ان انت طالب كنت مشترك فعلا في الحاجات اللي اي بي اس اي بتعملها، فهو ده بالنسبه لهم بيبقى حاجه احسن وبتدي لهم يعني اختيار احسن، وبيبقى انت الهدف الرئيسي بتاعهم في الاختيارات بتاعتهم. دكتوره روان، الفجوه ما بين الماركت واليونيفرستي، يعني سوق العمل والجامعه، حاولنا نحسن كده بان احنا عملنا ترابط ما بين الشركات ما بين الدكاتره بالمؤتمرات اللي احنا بنعملها. فحاولنا نسد الفجوه دي، نعرف الطالب مثلا في شركات ادويه كذا وكذا وكذا، في دكاتره مثلا كل مجال كذا وكذا وكذا. جميل. فانا مثلا كواحده مهتميه بالحيوانات الاليفه انا خلاص هركز مع الدكاتره دول او مع الشركات دول ان انا اهتم بيهم اعرف عنهم اكتر. فاحنا حاولنا نسد الفجوه عن طريق المؤتمرات اللي احنا بنعملها. انا برضو ملاحظ كل كلامكم على الحيوانات الاليفه بتسالني ماذا، لكن مش عايزين ننسى برضو ان الايفنتس بتاعتكم لا ده في الدواجن والزراعة السمكي يعني أيوة يعني الطب البيطري يعني اوسع واقتصاده كبير جدا في مصر، وزي ما قال الدكتور مصطفى يجب الاهتمام بالطبيب البيطري فعلا في الفتره القادمه. دكتوره دعاء، انتوا عاوزين ايه؟ متطلباتكم يعني قبل ما تقول عاوزين ايه، انا عاوز بس سريعا الانجازات اللي انتوا عملتوها سريعا، ايه الايفنتات وكده سريعا. الايفنتات احنا عملنا اول ايفنت كان اسمه نيو ايرا، حضر فيه 1200 طالب من مصر كلها، عرفنا بيه مصر، يعني مصر كلها عن ايه هي اي بي اس اي وكل الطلبه في كل الجامعات، وساعتها ابتدوا ينضموا لينا. بعدها بقى عملنا ايفنت اسمه بولترش، حضر فيه برضو 500 طالب، وبعدها عملنا كارير ديسكفري، عرفنا الناس يختاروا الكارير بتاعهم على اي اساس، يعني الفيلدز بتاعت بيطري كتير جدا، مجالات كتير، الطالب بيبقى داخل متردد، فاحنا الى حد ما وصلنا له الدنيا بتبقى اوضح شويه. تمام. اي في سي داش كي اف اس دي صفحتهم على الفيسبوك، وكمان تقدروا تدعموهم، وده اللي انا بناشد بيه. اخر سؤال يا نصار، بس نسال كل واحد زميل كده ايه اللي هو عاوزين ايه، عاوز ايه يا عمر؟ متطلباتك الشخصيه، متطلباتك ليك وللجمعيه. بالنسبه لي نفسي بس ان الشركات اللي شغاله في السوق البيطري تفهم يعني اهميه الانشطه الطلابيه، بحيث انها تبقى ترعاها بعد كده، لان احنا معظم الانشطه الطلابيه بيبقى هدفها خدمه المجتمع تمام وغير ربحيه.
تمام. فانا نفسي بس ان هم يبقوا فاهمين دور المجتمع بتاعهم ان هم يدعموا الانشطه ديت، الشركات تدعم، لان انت طبعا ما فيش اي ماده، وانتوا طبعا لازم نقول انها منظمه غير ربحيه وغير سياسيه وغير حزبيه، وان غرضها التعليم وهدفها الاكستشينج في التعليم البيطري الحديث، وان الدعم ده في الاول وفي الاخر هيعود عليهم، لان هم هيساعدوا في تطوير طالب هيجي يشتغل عندهم بعد كده. دكتور مصطفى، زي ما قلنا في الاول ان احنا محتاجين نحسن صوره الطبيب البيطري عموما من خلال تسليط الضوء الاعلامي حتى عليه، او يعني نخلي الدكاتره الكبار يتكلموا اكتر عن دور الطبيب البيطري في المجتمع، ينوهوا باهميته في المجتمع، ان هو دوره كبير جدا ومسؤول عن حاجات كتير زي الرقابه على الاغذيه مثلا، دي حاجه مهمه جدا ان الانسان بياكل الاغذيه دي، فاحنا المشرفين على الموضوع ده، فالطبيب البيطري يعني حد مهم جدا في المجتمع فلازم يهتم بيه جدا. دكتوره روان، يعني انا بطالب الشركات البيطريه الكبيره طبعا ان هي تخصص جزء من منتجاتها للرفق بالحيوان، يعني لان طبعا هم دلوقتي بيقتلوا الحيوانات بتاعه الشارع، فاحنا بدل ما نعمل كده ممكن نخصص جزء من منتجات الشركات دي كتحصينات لكلاب الشارع او كلاب الشلاتر عامه. دكتوره دعاء، احنا محتاجين الدكاتره الكبار اللي شغالين بقالهم كذا سنه في الفيلد ان هم يبصوا للطلبه ويبقى عندهم مبدا ان هم يدربوهم او يساعدوهم، علشان هي كلها حلقه واحده ولو عليت هتعلى كلها. تمام. يعني انا مش عارف اقول لكم ايه صراحه، متشكر لكم جدا عشان الوقت بس، لكن تبقى دائما يا جماعه الجمعيه العالميه لطلاب الطب البيطري IVCA-KFS، ادعموهم، خلوكم وراهم، فرصه الشباب هو اللي بيغير لملف تطوير مهنة، ملف تطوير مهنة الطب البيطري اللي بعض الشيوخ والأساتذة قالوا أنه قد يكون حلم، ولكن بالشباب المتواجد معنا صراحة النهاردة أنا بقول لهم سوف يكون حقيقة. وكمان تأكيدا لكلامكم، أنا بس غدا السبت بننوه أن في غدا السبت 26 سبتمبر في تمام الساعة 10 صباحا دعوة لكل أطباء البيطريين وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى تحت رعاية جمعية حماية البيئة والحيوان في مصر وكبرى شركات الأدوية البيطرية، هيكون المؤتمر اللي هو معا ضد السعار، من تنسيق والمؤتمر وتنظيمه الدكتور محمد علي توفيق زميلي العزيز. تمام، نطلع فاصل. بشكر دكتور عمر، بشكر دكتور مصطفى، بشكر دكتوره روان، بشكر دكتوره دعاء، بشكركم جميعا. وفاصل، واستنونا في الفقره المهمه لقضايا الصحه. النهاردة ضيفنا ضيف عزيز، لأن حب الجماهير وحبه الشديد لمصر وأبناء دائرته، حيث كان نائبا لمجلس النواب في فترة هي كانت الأخطر في مصر والأصعب، كان نائبا في مجلس النواب بعد دستور أتى لزاما ليترجم إلى قوانين، سن الكثير من القوانين في مجلس النواب، وهو وكيل لجنة الصحة معنا ونرحب به، وهو الذي كسر قاعدة التواصل مع الجميع مع أبناء دائرته. هو الطبيب الإنسان الذي يشخص الأمراض ويعالج، يصل للإنسان البسيط، فكان رجل خدوم مع دائرته أبو حمص وإتكو، يعمل في صمت واشتغل على كل الملفات، فهو طبيب ولكن ووكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، ولكنه اشتغل على كل ملفات الصحة والتعليم والزراعة، وحنعرف منه كل القضايا. اهلا وسهلا بك دكتور احمد العرجاوي، وكيل لجنه الصحه في مجلس النواب. اهلا بحضراتكم وبكل الساده المشاهدين، وبنشكر حضرتك وبنشكر صديقي العزيز. يعني ربنا يخليك. الحقيقه يعني قناه اصبحت لها طعم ولها لون، واصبحت لها مجال بالفعل، واسم البرنامج اسم على مسمى. الحقيقه اول ما قلت الحوار الهادف قلت اكيد في رسالة وفي رسائل بتوجه لمجتمع، ورسائل بتوجه لقيادة سياسية، ورسائل بتوجه مفيدة وهادفة. فالحقيقة أنا بشكر حضرتك وبشكر فريق الإعداد على الإعداد الجيد، وعلى الحلقة إن شاء الله تكون حلقة ناجحة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله، وإحنا بنتشرف جدا جدا بحضرتك. شرف وجودك يا دكتور. نبدأ بالدكتور أحمد العرجاوي الإنسان. هو الحقيقة إحنا يعني عايز أقول لحضرتك أهم شيء في الإنسان الثبات على مبدأ، وأهم شيء في الإنسان إنه دايما يتذكر الأقل وليس الأكثر. يعني حتى في تعاملاتك لابد تعطي الطبقة البسيطة أكثر من العطاء
لمن لا يستحق العطاء. تمام. هذا ينطبق على بلدك وعلى أصلك وعلى وطنك وعلى قياداتك وعلى مرؤوسيك. لابد أن توازي في علاقاتك مع الجميع. نعم. ولابد حينما تعمل تحدد الهدف الذي تريد أن تصل إليه. نعم. حينما يكون الهدف دنيوي لا قيمة له. حقيقي. ولكن حينما يكون الهدف ابتغاء مرضات الله ترى أن النتائج تكون نتائج جيدة وتكون نتائج ملزمة يتوقعها منك المواطن البسيط كما يتوقعها منك المسؤول الأعلى. حقيقي. وده التوازن وده الفن في التعامل. والحياة في المرحلة اللي فاتت يعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى كان موفقني في حاجات كتيرة جدا. أحد القواعد الأساسية لغة الحوار الجيدة. نعم. المسؤول لا يريد منك أن تتعامل من أعلى. نعم. كذلك المواطن لا يريد منك أن تتعامل معه كأنك أعلى منه طبعا. وده اللي انت حضرتك المعادلة الصعبة اللي انت لعبتها في عضويتك في مجلس النواب الماضي. نعم. أنا على ثقة تامة. نعم. أن المواطن لا يطلب منك أن تفعل كذا أو تفعل كذا، ولكن أحد المطالب الرئيسية للمواطن وأحد الحقوق الرئيسية أن تكون معه في الأمور الصعب. نعم. حينما تكون هناك مشكلة من مرض من حادث من أي مشكلة يعني تهم المواطن البسيط لابد أن تكون متواجد، وده الشيء الطبيعي المطلوب المفروض أن يتمثل أو أن يتوافر في النائب البرلماني الذي يريد أن يقدم ثلاثة أشياء هامة في حياته وفي دوراته. ودي نصيحة لكل نائب أو لكل من يقبل على أن يكون نائب في المرحلة القادمة، لابد أن يمتلك لغة الحوار الجيدة التي من خلالها يستطيع الرقابة ويستطيع التشريع ويستطيع أن يكون نائب خدمي في وسط المجتمع. هنبدأ معاك بقى عن الصحة، ولما نتكلم عن الصحة طبعا لما بنتكلم عن الصحة صحة الإنسان ما فيش أهم منها، فعايزين نتكلم عن موضوع كتير في الصحة. يعني احنا في مرحلة فرضت نفسها، احنا في مرحلة تكاتفت فيها جميع الجهود. نعم. من مجتمعات مدنية ومن قيادة سياسية ومن حكومة نفذت بالمطلوب منها بأدق التفاصيل. نعم. يعني الحقيقة الكل انصهر في بوتقة واحدة. وباء خطير، وباء ينتشر عالمي. انتشار سريع. وباء عالمي، وجدنا مشاكل كثيرة جدا في دول متقدمة ودول عظمى ودول طبعا. لم نكن نتوقع أن تكبو هذه الكبوة. ولكن حينما حل الوباء في مصر تكاتف الجميع من أجل المواطن المصري ومن أجل المريض المصري. مم. فتحية إجلال وتقدير للقيادة السياسية تكيب. ولأداء الحكومة الحقيقة حاجتين في منتهى الأهمية. نعم. تفاعلت الحكومة معهم بكل ما تملك. نعم. نشكر مسألة الإعصار، مسألة وباء بداية 2020 الحقيقة. صراحة فإحنا 2020 بدأت الإعصار. فالحقيقة يعني إحنا كما نذكر أن هناك سلبيات لابد أن طبعاً. نذكر الإيجابيات ونعظم من لم يشكر الناس لم يشكر الناس. أشكر دكتور أحمد، بس إحنا معنا مداخلة الآن، معنا مداخلة الآن الأستاذ الدكتور هاني مرعي، أستاذ ورئيس قسم الخلايا والأنسجة بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، ويبدو عشان كان عارف ميعاد البرنامج. أهلا وسهلا دكتور هاني. أهلا وسهلا دكتور محمد. يا أهلا وسهلا يا فندم، منور الدنيا أستاذنا الفاضل أستاذ الدكتور هاني مرعي، ونعلم أنك من الأفاضل والعلماء الأجلاء في مصر في الاهتمام بالتعليم الطب البيطري. نورك يا دكتور محمد، متشكر. اتفضل يا فندم، اتفضل. احنا بس خلصنا للاسف الفقره بتاعت الجمعيه العالميه للاطباء البيطريين لطلاب الطب البيطري IVCA، لكن اتفضل حضرتك معنا الدكتور احمد العرجاوي. اهلا وسهلا. اهلا دكتور احمد، سعيده جدا. نرحب بحضرتك يا دكتور هاني وبسمعتك الطيبه ونبوغك في مهنتك الجميله الحقيقه. يعني ده أهلا وسهلا دكتور أحمد، أنا سعيد جدا بتواجدي مع حضرتك، يعني قامة وقيمة كبيرة جدا في العمل التشريعي وفي مجال الطب. نعم. عامة. ربنا يحفظك. اتفضل دكتور محمد. حضرتك يعني السؤال الموجه ليا لحد الآن، أنا ممكن أتكلم على التعليم البيطري في مصر.
بصفه عامه، او ايه الموضوع اللي حضرتك هتطرحه؟ يعني انا معاك الدكتور احمد العرجاوي بقى هو اللي هي الله يرد عليك في السؤال ده. انا تحت امرك يا دكتور هاني. والله احنا بنتكلم القضيه النهارده عن موضوع تطوير التعليم بصفه عامه. نعم. التعليم طبعا احنا في كليات الطب البيطري عندنا بدات لجان القطاع النوعيه بالمجلس الاعلى للجامعات. نعم. بتتكلم على نظم تطوير التعليم البيطري. طبعا التعليم البيطري يعني العالمي حاليا بيشهد طفره كبيره جدا، ولا بد طبعا ان احنا نتواكب مع التطورات الحديثه ويكون عينينا على المعايير العالميه. نعم. فبدانا نسمع لجنه القطاع بدات دي حاليا. نعم. بتقترح مقترح بتطبيق لائحه استرشاديه موحده على مستوى كليات الطب البيطري وعددهم تقريبا 19 كليه. يتم فيها توحيد المناهج والمقررات وطرق التقييم الطلاب، وبتقترح برضه حاجه اعتقد انها في صالح الطالب وفي صالح التعليم البيطري، وهو يعني استحداث سنه مماثله لسنه الامتياز في الطب البشري، يعني بغرض توفير تطوير التعليم. وزي ما انت شفت كان معانا طلاب النهارده اللي هم الاي في اس اي، حاجه جميله جدا يعني، هم بيفتحوا ملف التطوير وهم لسه طلبه. عاملين حاجه كويسه. طبعا جميل. حاجة كويسة جدا. اظن تدعمهم بقى يا دكتور، وقالوا لك هم كمان في المنصوره، هم بداوا من المنصوره وكفر الشيخ، اظن دعم الدكتور هاني بقى ليهم ان شاء الله باذن الله. طبعا كل الدعم ليهم. احنا طبعا اي نشاط طلابي عموما في جامعه المنصوره، ايوه، اعتقد ان احنا عندنا نشاط طلابي متميز جدا، وخاصه لما يكون الطلاب، انا عارف طبعا هذا النشاط الطلابي يعني في بعد دولي. نعم. وبيهدف الى تطوير التعليم والرفق بالحيوان، وهي كلها اهداف نبيله والصحه العامه. كلها طبعا للفايده، كلها للصحه العامه. نشكر الاستاذ الدكتور هاني مرعي. بس ليا بس حاجه دكتور هاني بيه لو سمحت. اتفضل يا فندم. اتفضل يا دكتور هاني. يعني زي حضرتك ما بتهتم بالتعليم الطبي المستمر لكليات الطب البيطري وتوحيد المناهج، وانا يعني اعلم تماما ان جامعه المنصوره من الجامعات اللي بتحتل مكانه متقدمه على مستوى الجامعات كلها يعني. وانا يخصني انا كنائب من الريف. نعم. ومن ابناء الريف. أوه. يعني أوه. يعني ليا بس عتوبه بسيطه، يعني انا نفسي عوده تكليف الاطباء البيطريين، يعني دي من ضمن الاشياء اللي احنا بنحلم بيها يعني. أكيد. الحاجه الثانيه برضو احنا بنناشد مين بقى المسؤول عن موضوع التكليف ان شاء الله، وده يعني ده المفروض ان يبقى ده امل البيطريين في مصر. وده املي انا الحقيقه، يعني لان انا برضو كم الاطباء البيطريين دلوقتي وعدم يعني التفرغ لعلاج الثروه الحيوانيه اللي بدات يعني اللي بدا فيها مشاكل كثيره جدا. يعني انا يا ريت موضوع التحصينات يعاد النظر فيه. موضوع الزام الوحدات البيطريه في وزاره الزراعه اللي ما عادش الدور الاساسي اللي موجود، وخصوصا ان احنا النهارده بقينا كل فتره بنلاقي حمى قلعيه، بنلاقي امراض منتشره، والفلاح النهارده الحقيقه بيعاني الامرين. انا اعلم تماما ان الفلاح يعني سوري في التعبير، ان المشيه بتاعته اهم من حاجات كتيره طبعًا جدا طبعًا. لان هو ده راس ماله وهو ده رصيده. النهارده بدا يعني في الثروه الحيوانيه بدات الاسعار بتاعتها تقل، وبدات النفوق فيها بيزيد في بعدم وجود تحصينات جيدة وتحصينات تراقب من قبل الحكومة، وده الشيء اللي بيحزنني أنا بالفعل في الدائرة بتاعتي. خلينا نشكر جدا الأستاذ الدكتور هاني مرعي، أستاذ ورئيس قسم الخلايا والأنسجة بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة. شكرا لك. ودكتور احمد عرجاوي ده وعد بقى من حضرتك ان شاء الله انك تهتم بالموضوع. نهتم بموضوع التعليم والطب. كنا عايزين نسال حضرتك سؤال يا دكتور احمد، المنظومه الصحيه في مصر هل ما زال ينقصها الكثير من وجهه نظرك؟ هو بالفعل احنا المنظومه الصحيه انا شايف اهتمام القياده السياسيه الحقيقه بملفين غايه في الخطوره. نعم. ملف التعليم وانا يعني مش مدرك ابعاده كامله، وانا ما اعرفش يعني انا شايف ثقه القياده السياسيه في وزير، انا شايفه كلامه جميل جدا وحاجات جميله، بس انا على ارض الواقع مش لاقي التطوير اللي بتحلم بيه القياده السياسيه. انا هقول امتى نحس الكلام ده؟ لما الاقي المدرس عاد لمدرسته، ولما الاقي الطالب عاد لمدرسته. هقول بالفعل ان احنا عندنا ما يجذب الطالب لمدرسته وما يجذب المدرس. احنا ما تعلمناش الا من خلال تواجدنا داخل مدارسنا
والتزامنا واحترامنا لمدرسينا ومعلمينا. نعم. وده كان له الأثر وكان له مدلول جيد جدا على المستوى العام للتعليم. دلوقتي الدنيا اختلفت، فنفسي بالفعل زي القيادة السياسية ما بتدي ثقة عمياء، يعني ثقة في وزير التعليم الحالي الموجود دكتور طارق شوقي. نعم. نفسنا نشوف نتائج على أرض الواقع. أما الملف الحقيقي اللي أنا إيدي فيه وأن أنا بتعامل معاه بقوة وبجدية، أنا وجميع زملائي في لجنة الصحة في المرحلة اللي فاتت، إحنا بنقول إن لو لم يكن هناك شيء اتعمل من خلال القيادة السياسية ومن خلال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ملف الصحة في حاجتين غاية في الأهمية. ما أنا عاوز أفتح مع حضرتك الموضوع هو قانون التأمين الصحي. لا أنا قبل هتقول لنا قانون التأمين الصحي والفرق بين القانون الجديد اللي هو بدأ في بورسعيد القانون القديم. بس قبل ما نقول قانون التأمين الصحي أنا بذكر حاجتين مهمين جدا. فضل. مبادرات السيد رئيس الجمهورية. المبادرات دي كان اولها مليون ان احنا وضعنا ايدينا على حاجه مهمه جدا. نعم. البعد السياسي فيها وضع قاعده معلومات صحيحه للعالم كله، مصر صحيا ايه. الكلام ده ما كانش موجود، يعني ما كانش عندنا الداتا بيز اللي تقول ان انا عندي عدد المرضى الامراض المزمنه كذا وعدد مرضى الامراض الصدر كذا. الجهاز الهضمي كذا. أصبح عندي النهاردة قاعدة أساسية عشان لما نيجي نطبق قانون التأمين الصحي، وده ذكاء القيادة السياسية. نعم. نعم. الذكاء إن أنا هنعمل قانون للتأمين الصحي، طب هعمل قانون التأمين الصحي هبدأ فيه بمين؟ لابد يكون عندي قاعدة بيانات صحيحة وليست قاعدة بيانات مشوشة. وده ما جاش إلا من خلال حملة 100 مليون صح. في منتهى الأهمية حصرت للأمراض المزمنة. وضعت أيدي الحكومة وأيدي وزارة الصحة على النقاط الهامة التي تمس المواطن البسيط. الاحتياج إيه؟ أنا محتاج إيه هنا؟ ووضعت لي قاعدة مهمة جدا إن أنا محتاج هنا إيه ومحتاج هنا إيه ومحتاج هنا إيه. وده الحقيقة المبادرة الرئيسية الأولى من نوعها في العالم كله اللي احنا شفناها وشفنا نتائجها الجيدة احنا اللي نلمسها. تمام. الشيء اللي انا بحيي عليه القيادة السياسية الحقيقة فيروس سي. ان يصبح العالم كله يتحدث عن ما تم انجازه في مصر وتحتل مصر المرتبة الاولى على مستوى العالم في علاج فيروس سي، وتكون مصر هي النموذج المثالي الذي يقتدي به العالم، ده شيء لم يكن من فراغ. وده الحقيقة جهد مشكور من القيادة السياسية ومن الحكومة المصرية بداية من الدكتور أحمد عماد الدين حتى الدكتورة هالة زايد الموجودة. طبعاً. حقيقة هالة زايد نحييها وزيرة الصحة الحقيقة. وناخد منك ونقول علاج نفقة الدولة إيه اللي حصل فيه؟ هو علاج نفقة الدولة الحقيقة بتطور فيه أشياء كتيرة جداً. وعلاج نفقة الدولة اللي المفروض القيادة السياسية بتعمله دلوقتي إن احنا بنمشي بارل مع تطبيق قانون التأمين الصحي. يعني احنا اتعامل قانون التأمين الصحي ودي من ضمن انجازات الرئيس الحقيقة. ايوه صراحة. تم تطبيقه في بورسعيد. لو لم يكن وباء الكورونا حل علينا في الفترة الماضية كان النهاردة بقى زماننا النهاردة طبقنا القانون في الخمس محافظات اللي هي مدن القناة. لكن الحقيقة يعني كورونا اخرتنا. اخرتنا الحقيقة. تمام. اخرتنا وباء. موجود في كل المحافظات على سنة كام يا دكتور؟ المفروض على سنة 2030. يعني أنا شايف إن القيادة السياسية نفسها تطبق الكلام ده في خلال 3 سنوات أو في خلال سنتين. لكن أنا عايز أقول إن فرنسا لما عملت قانون التأمين الصحي اتطبق في خلال 50 سنة. ألمانيا لما عملت قانون التأمين الصحي طبقته في فترة كبيرة جدا. السنين في عمر الأمم أو عمر الشعوب لا شيء، لكن أنت عندك قانون بيحمي جميع طبقات الشعب. جميع الطبقات. يساوي بين البسيط أو الفقير وبين الغني وبين ميسور الحال. الجميع يعالج في مكان واحد. الجميع يتلقى الخدمة حسب ما يريد هو. لكن أنا مش هفرض عليك أن أنت تروح المكان الفلاني. ده أنا بنديك الكارت الذهبي بتاعك وحضرتك بتدخل على التعامل من خلال أولاً وحدات الرعاية الأساسية. أخيرا بقى مخاطر المهنة الطبية بدل قبل مخاطر المهنة الطبية. لا الحتة دي في منتهى دي أهم يعني قبل المخاطر. ماشي. أنا بقول ليه الكلام ده؟ لأن وحدات الرعاية الأساسية اللي موجودة في مصر
هتعالج 70% من المواطنين اللي هو العلاج الاولي. نعم. ان انا هنروح بالكارت الذهبي بتاعي للمكان اللي انا مربوط عليه، وبعد كده انا بتعمل لي تحليل، بتعمل لي اشعه، بنشوف من ملف بتاع طب الاسره ومن طبيب الاسره الموجود. عشان كده احنا بنقول في التعليم الطب المستمر النهارده فيه نهضه عن طبيب الاسره. نعم. طبيب الاسره ده هو المحور الاساسي في منظومه التامين الصحي القادم. وانا يعني كبناش الشباب الاطباء ان هم يلتفتوا الى اليمين قليلا ليروا ما معنى طبيب الاسره اللي هيبقى في ايده الملف بتاع كل اسره اللي هيذكر في هذا الملف. ما هي الامراض المزمنه، ما هي الحاله الاجتماعيه، ما هي عدد، هي دي قاعده البيانات اللي موجوده اللي محدد فيها كل شيء. بعد كده انت محتاج تتحول لسكندري او للمرحله الثانويه اللي بعد كده، ايه اذا كان في عمليات جراحيه كبرى، اذا كان في عمليات تخصصيه دقيقه، هيتم تحويلك. انت بتختار المكان اللي انت عايز تروحه. ليست المستشفيات الحكوميه فقط، ولكن فصل التمويل عن الخدمه. ده فصل التمويل عن الخدمه، ده قصه ثانيه. لا، كلمه فصل التمويل عن الخدمه المقصود بيها ان وزاره الصحه كانت هي المسؤوله عن التمويل ومسؤوله عن الخدمه. كل لا دلوقتي بقى عندنا ثلاث هيئات. هيئه التمويل، ودي تابعه لرئيس الجمهوريه، هيئه الرقابه، قصدي تابعه لرئاسه الوزراء، هيئه الرقابه ودي تابعه لرئاسه الجمهوريه، اللي هتختار وتراقب المكان اللي هيتم التعاقد معاه في تطبيق منظومه التامين الصحي. وهيئه تقديم الخدمه المنوط بها وزاره الصحه. يبقى انا فصلت التمويل عن الخدمه، يعني وزاره الصحه لوحدها تقدم الخدمه، والتمويل جاي من موازنه الدوله اللي هو من خلال رئاسه الوزراء. ودي كل هيئه من دول اتشكلت بالفعل واصبحت على ارض الواقع. ودي نقطه في منتهى الاهميه. نحب نشكر حضرتك على وقت الحلقه. انجز اخر حاجه بس، اخر حاجه يعني نشكر يعني لو الحاجه اللي انت حابب تتكلمها. عاوز يعني انت عاوز تقول ايه بس عشان للاسف الوقت خلاص. لا احنا انا شايف يعني كان في كلام عن قانون قانون التصالح. طب تمام، ممكن نبذه بقى سريعه يا دكتور. لا احنا طبعا بنشكر دولة رئيس مجلس الوزراء بمد المهله حتى نهايه اكتوبر. حتى نهايه اكتوبر. اتفضل يا فندم. هو دلوقتي انا عندي بس الحاجه اللي طبعا الدكتور احمد العرجاوي وهو المرشح لعضويه مجلس النواب عن دائره ابو حمص وايدكو، عن دائره ابو حمص وايدكو، وهو وكيل لجنه الصحه في مجلس النواب اللي كان موجود مجلس النواب في الفتره الاصعب. طبعا. اتفضل بقى موضوع القانون التصالح. بس هو قانون التصالح انا يعني جاي يعالج شيء مهم جدا. اتفضل يا فندم. بيعالج يعني عايز امنع العشوائيات اللي موجوده. هو الهدف فيه فلسفته ايه؟ مع المواطن. مع المواطن، يعني هو عايز يمنع عشوائيات. تمام. لكن انا عايز اقول ايه اللي خلى المواطن يبني مخالف؟ المفروض لما اتعمل قانون البناء الموحد، نعم، اتعمل قانون البناء الموحد، المفروض المخططات الاستراتيجيه كانت تعدل كل 5 سنوات. نعم. يعني يتم تعديلها ان احنا نزود. طب انا من اول ما نزل قانون البناء الموحد ده الى الان لم يتم تعديل المخططات الاستراتيجيه. صح. المفروض ان انا تبقى خرائط الحيز العمراني بتاعتي موجوده. لما اجي انا اعمل النهارده قانون زي ده يبقى لابد تكون خرائط الحيز العمراني موجوده عشان اشتغل عليه. نعم. النهارده يعني المفروض ان المواطن يبقى عارف ايه المحظور التصالح عليه. ما ينفعش ان انا ابني على املاك دوله. تمام. حرم ترعه، حرم سكه حديد، حرم واقول يتم التصالح فيه. ما ينفعش ابني على خط تنظيم واقول يتم التصالح فيه. ما ينفعش ابني على مكان من ضمن المخطط الاستراتيجي ان يكون مدرسه او يكون مركز شباب املاك دوله. ويعني الاصلاح الزراعي يا دكتور، الاصلاح الزراعي بالفعل ان احنا بعد مناجده وبعد طلبات احاطه يمكن كنت تقدمت بها، الاصلاح الزراعي في ايام بسيطه، خلال ايام بسيطه بدا دلوقتي يتلقى الملفات من المواطنين على سعر المتر بجنيه. بيقدم الملف بشرط ان تكون الملكيه لسه للاصلاح الزراعي لحين، يعني هو يعمل تصالح مع الاصلاح وتصالح مع الوحدات المحليه. مع الوحدات المحليه بيقدم ملف وبيحفظ حتى لو بصوره البطاقه، لان احد الشروط الاساسيه ان انا اجيب محضر الشرطه اللي محضر المخالفه المباني هنا. تمام. عشان اقدمه. طب انا ما عنديش محضر، في مباني كتيره
ما تعملهاش محاضر. تمام. الكلام ده كان الاساس المفروض عشان يعرف المحضر ده بعد 2017 ولا قبل 2017. هو ده كان هو دولة رئيس مجلس الرئاسة قال لك ما فيش اي منطقه مأهوله بالسكان هتتهد امبارح في تصريحاته، ومد المهله لنهايه اكتوبر. نهايه اكتوبر واحنا متوقعين احلى تصريحين امبارح، احنا متوقعين واحنا بنناشد برضو يعني القياده السياسيه عطت ضوء اخضر للمحافظين في ان هو يقلل السعر، ان هو يخفض. محافظه البحيره عملت 50%، محافظه البحيره عملت 20 من 20 ل 25% رغم ان القياده السياسيه قالت من 20 ل 70% كل محافظ على ما يتراءى له، على حسب ما يتراءى له. انا بناشد السيد محافظ البحيره واحنا كمان معاك ان احنا بالفعل محتاجين ان احنا نخفض ل 50% بلاش 70%. في مناشدات كتير من المواطنين اللي وصلنا على البرنامج عاوزين الناس الحقيقه بتأن. لكن انا عندي بس حاجه مهمه جدا انا بقول برضو طيب. الاهل دي اخر حاجه هتقولها بقول بعد اذنكم بس يا جماعه اللي ورا الكاميرا اخر حاجه هقولها دكتور الحقيقه بس عشان الناس انا بقول لاهل الدايره عندي أنا في ملفات كتيرة جدا مفتوحة لابد أن تستكمل إن شاء الله. أنا في حالة إن شاء الله توعدنا إن شاء الله أنك تكون بإذن موجود الله. معانا إن شاء وبقول الله إن في قبل الانتخابات. حتى بس القرى بسنتواي وال والتوسيالي وبرسي اللي هم قالوا بالنسبة للغاز لم يتم توصيله أنا بقول إن شاء الله وبوعد وأقول بوعد حضرتك أنت تمام فندم تكون الضمانة لكلامي بإذن تمام الله على إتش بي سي على خلال فترة بشرة. بسيطة جدا حيتم تنفيذ مشروع الغاز بإذن تمام. الله أعزائنا المشاهدين إن شاء الله بإذن الله الدكتور أحمد العرجاوي معنا في حلقة قادمة وهيكون حلقة كاملة. دكتور أحمد العرجاوي حاجة يعني نائب مجلس البرلمان الأصعب زي ما قلنا، وكيل لجنة الصحة، وزي ما قلنا هو رجل يحمل الكثير من القضايا اللي احنا عاوزين نفتحها، وصاحب مواقف كثير، والوحيد اللي كان باين الفترة صراحة لعب المعادلة الصعبة اللي هي الخدمة بالزبط. وفي نفس الوقت الدور التشريعي والرقابي اللي هو أساس نائب مجلس وبناء على الناس. يعني ده الوحيد الدكتور أحمد العرجاوي اللي كان ظاهر في وسط شعب أبو حمص واللي كان موجود معهم كلهم في المواقف الصعبة، وفي حال أزمة كورونا كان الوحيد المتواجد في المستشفيات الحكومية. تنويه سريع بس موعد برنامجنا إن شاء الله بإذن الله هو كل جمعة زي ما كل جمعة، ولكن الساعة 10 من مساء كل يوم جمعة. شكرا سعادة الأستاذ دكتور أحمد العرجاوي. شكرا دكتور وكيل لجنة الصحة مجلس النواب. سعدنا إن شاء الله تشرفنا مرة أخرى بإذن الله. سعدنا بلقائكم مشاهدينا الكرام. إلى الملتقى الجمعة المقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.